سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. شهدنا الشوط الثاني أيضا وكأس الإذاع الأبكار المهجنات، وذهب أيضا لمزنة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وغادر الكأس إلى مدينة ناهل وإلى قصر ناهل وإلى مدينة سويحان مدينة التراث هناك لأبو هزاع. ونقول ألف ألف مبروك على هذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير، وتهانينا والناموس لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. شوطنا الثالث ينطلق أيضا بحفظ الله ورعايته. هنا معلن انطلاقة هذا الشوط، الشوط الثالث الذي خصص لأيضا إذاع أبناء القبائل المحليات الأصايل أيضا هنا، وعلى شرف كأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. يرافقكم بالتعليق على هذا الشوط زميل آخر، الزميل فايز بن غفان اليابري. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وانطلاقة جديدة كما ذكر الزميل أبو عبد الله سيف بن عمير للتبية الخاصة بالإذاعة أبكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل في هذا المهرجان الجميل، في هذا اليوم يوم الختام لهذا المهرجان السنوي الكبير الحادي عشر هنا بإمارة أم القيوين وميدان اللبسة. نتابع هذا الشوط ونتابع، وهناك كأس أيضا وضع لهذا الشوط المقدم أيضا هذا الكأس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. نتابع الصدارة، نتابع الزائر هنا على الصدارة على المقدمة المبارك بن خادم بن حارب الخيالي التي تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. جواهر في المركز الثاني، سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي، وعلى المركز الثالث طموح مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوقة. ووصلت هنا ملاقط جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وعلى المركز الخامس اليروة سعيد بن مطر بن محمد الرميسي من تنطلق مع اليروة في هذا الانطلاق. تنطلق اليروة على خامس المراقد هذه الانطلاقات والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الزاير، نعود إلى الزاير القادمة من رماح هناك للمشاركة على أرضية هذا الميدان مبارك من خادم بن حارب الخيالي المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تسيطر على زمام الأمور، ولكن أرى هنا هنا أيضا ملاقط تتسلل بهذه اللحظات القادمة من ميدان الشحارية بشعار البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، ومن الجانب الآخر طموح القادمة من السوان مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوقة هي المنطلقة في هذه اللحظات على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ميوس الضيفة أيضا من سلطنة عمان لحميد بن محمد بن صقر الحرسوتي تأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا جواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشومسي من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام من تتابعوننا عبر قناة دبي ريسية الناقلة لهذه الأمسية التراثية، أمسية الختام هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين. هنا الصدارة، هنا مياسة من غيرت مجريات هذا الشوط. رأس على عقب حميد بن محمد بن صقر الحرسوسي من انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة على المركز الأول. وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والجميل المركز الثاني الزاير المبارك بن خادم بن حارب الخيالي المنطلقة على المركز الثاني وثالث المراكز. تأتي طموح والكل يطمح بالفوز، الكل يطمح بالناموس مع الثلاثة كيلومترات ومنتصف المسافة. مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوقة هنا من تنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع ملاك
الوسط جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري من ساسينا بهذا الانطلاق ضيفة قادمة من ميدان التحدي ميدان الشحانية هنا تصل بهذا الانطلاق بهذه الإثارة. نرحب مشاهدينا الكرام بجميع الضيوف الكرام الذين شرفونا على أرضية ميدان اللبسة وفي دار آل المعلى الكرام، نرحب بالجميع هنا أيضا على أرضية هذا الميدان وبإمارة أم القيوين. المركز الخامس المركز الخامس وصلت أمهار أمهار سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، من يصل مع أمهار على المركز الخامس. وبدت الشعارات شعارات قادمة أيضا لها وزنها لها ثقلها لها تحدياتها في هذه المسيرة، ولكن الزاير زارت الزاير على الصدارة زارت الزاير على المقدمة على المركز الأول. مبارك بن خادم بن حارب لخيالي من انطلقت على الصدارة على المركز الأول، مياسة على المركز الثاني، احمد بن محمد بن صقر الحرسوسي والطموح، مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوكه من تاتي على المركز الثالث، المركز الرابع ملاقط جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، امهار بالمركز الخامس، هنا سالم بن راشد بن حمد بن عبير الاكتبي، من تنطلق بهذه التحديات. الله يا الاسم الجديد الذي تدخل في هذه اللحظات، اهالي الغربيه وصلوا مع عنايد عنايد علي بن الصغير بن محمد بن حمدان المنصوري، من وصلت بهذه الانطلاقة هنا والتحديات والإثارة، تسللت بكل قوة تسللت هنا إلى المركز الثاني. المركز الأول الزاير متمسكة به متمسكة بالمركز الأول الزاير، مبارك بن خادم بن حارب لخيالي، وهنا عنايد علي بن الصغير بن محمد بن حمدان المنصوري، من تأتينا هنا على المركز هذه اللحظات، هنا على المركز الثاني في هذا الانطلاق، المركز الثالث ملاقط ملاقط على المركز الثالث، هنا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وهناك جواهر جواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسي، أمهار أمهار المنطلقة، سالم بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، من تأتي على المركز الخامس. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت التحديات بدأت الانطلاقات في هذا الأداء الجميل والتحدي. عاندت عنايد على الصدارة، عاندت عنايد على المقدمة، عاندت عنايد على المركز الأول في هذه اللحظات. عنايد هنا علي بن الصعير بن محمد بن حمدان المنصوري، من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني المركز الثاني، هنا تأتينا أمهار سالم بن راشد بن غدير لقتبي، من تنطلق بهذا الأداء. هناك أيضا من عقيل مع الكيل الأخير في هذا الانطلاق، هناك ملاقط جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، من تصل بهذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق في التحدي في الإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام، أمهار أمهار في المركز الثالث، سالم بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، الله اليروى في المركز الرابع، اليروى اليروى اليروى، سعيد بن مضر بن محمد الرميسي، ولكن اعود مع عنايد على الصداره، عنايد على المقدمه، عرقوب بن علوه عرقوب بن علوه هنا بهذا الانطلاق بالتحدي بالاثاره. ها هي الانطلاقه، ها هي عنايد عاندت على الصداره عاندت على المقدمه. سلام الغربيه سلام سلام للغربيه، سلام وتحيه واحترام على هذا الاداء لعلي بن الصغير بن محمد بن حمدان المنصوري على هذا الاداء الجميل، تهانينا والناموس. شكرا يا محمود يا ابن محمد يا لوهيبي على هذا الاداء الجميل الذي تقدمه هنا بهذه الانطلاقه والتحدي والاثاره. عنايد عنايد، سلام 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 للغربيه سلام. هنا الثانيه لابو زايد كذلك الذي يقف دائما وابدا خلف هذا الشعار، تهانينا والناموس لسيد علي بن الصغير بن محمد بن حمدان المنصوري. المركز الثاني كان من نصيب امهار سالم بن راهب بن حمد بن غدير الاكتبي، المركز الثالث ملاقط من وسط جار الله محمد بن طالب بن عقيل، المركز الرابع الزاير مبارك بن خالد بن حارب بن مغير العنيمي واليروه لسعيد ومطر بن محمد الرميثي، من اتت على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسه الاولى. لا
دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز والجميل. تهانينا بهذه الانطلاقات والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. التوقيت الزمني لعنايد ولحظة وصولها إلى خط النهاية باعث السلام لأهالي الغربية. علي بن الصغير بن محمد بن حمدان المنصوري قاطع المسافة في 9 دقائق 28 ثانية. هناك أيضا وسبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وأفضل توقيت يسجل حتى هذه اللحظة تحت أقدام عنايد. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني كانت هناك ايضا امهار لسالم بن راشد بن حمد بن غني الاكتبي قدمت عرض اشكر عليه قاطعه المسافه في 9 دقائق. هنا ايضا ولحظه وصولها الى خط النهايه بهذا الاداء المميز والجميل. وايضا هنا التوقيت الزمني في هذه اللحظات و33 ثانيه جزء واحد من الثانيه وتوقيتها الزمني بهذا الاداء الجميل. بينما هناك ملاذط الجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري قدمت عرض تشكر عليه كذلك قاطعه المسافه في توقيت زمني مقداره هنا 9 دقائق هي الحاضره لمسافه 6 كيلومترات و34 ثانيه جزء واحد يتيما من الثانيه هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس تهانينا لجميع الاخوه الفائزين في هذا الانطلاق.